اختتمت فعاليات رالي العالمين موتور سبورت لسباق السيارات الذي يشمل أنواع عدة من السباقات المتعلقة بالسيارات وسط منافسات قوية من المشاركين. يأتي ذلك في إطار الفعاليات المختلفة التي تقام ضمن مهرجان العالمين الجديدة بمنطقة العالمين أرينا التي تشهد العديد من الفعاليات الرياضية والفنية. وشهد ختام البطولة حضورا جماهيريا كبيرا من عشاق سباق السيارات في أجواء حماسية وتشجيعية كبيرة، معبرين عن سعادتهم بهذه الفعالية وأهمية وجودها ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، حيث أشادوا بالتطور الذي حدث بمدينة العالمين ووضعها على خارطة المدن السياحية الكبرى. عندي الحمد لله 14 متسابق كسبوا غير الترتيب العام والاوفرول. في عندي السيدات، اول ثلاث سيدات مصر من عندي الحمد لله خدوا الثلاثة بوديوم. بطولة جميلة، اجواء جميلة، العالمين طبعا مشهورة بالجو الجميل بتاعها، بالرفاهية، بالجو السياحي. مبسوط لان هم اصلا السنة دي ادوا فرصة كبيرة لرياضة السيارات انها تنتشر، بدليل ان في سباقات من نوع جديد ابتدت تخش مصر، فدي بالنسبة لنا كمحب للسيارات يعني حاجة جميلة جدا. كل سنة بنستنى سباق زي ده، وكل سنة وكل وقت بنبقى قاعدين طبعا على السوشيال ميديا بنستنى أي ايفنت بيحصل لرياضة السيارات عامة عشان نجري ونحضر ونتفرج ونتمتع. المرة دي في العالمين حاجة الصراحة كويسة جدا، برضو بنبين السياحة وبنبين المكان الجميل اللي عندنا، وفي نفس الوقت اللي احنا بنقدم حاجة مختلفة. المرة دي الموضوع متطور جدا عن التجمع عن اي مكان، لا العالمين احنا بين المنظر اللي عندنا في مصر ايه، بين العربيات اللي عندنا ايه، بين الحاجة اللي الناس بتحبها. السباق هايل والتنظيم هايل والمتسابقين كلهم جمال، وده بيبقى مستقبل مصر ان الناس تشوف ان احنا عندنا فعاليات بتتعمل كل يوم، في ايفنتات لحاجات مختلفة بتبقى لمجالات مختلفة. انا مهتم جدا بصراحة، والفعالية جامدة جدا، وانا اصلا بحب الدريفتات وجاي مخصوص ليها، وخاصة الدريفت كويس جدا والمتسابقين كلهم كويسين.